صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة نصه حلو والنص التاني وحش، وهتعرفوا ليه معايا. انا هنا كنت صاحية بدأ اليوم عادي جدا جدا جدا، معرفش في اخر اليوم كان ايه المصايب اللي هتحصل يعني وكده. اول حاجة عملتها ان انا حطيت حتة سمنة كده، كنت بعمل الفطار بتاعي انا وايزابيلا، عملته بقى في طاسه واحده كده، ضربت كده الاربع بيضات عشان كنت هعمله اومليت ليا انا وبسبوسه زي ما انتم شايفين كده. ضربت كده الاربع بيضات وبعد كده ايه حطيتهم وبسويهم بقى على نار هاديه وكده. وده كده يا حبايب قلبي زيتون. تمام، انا لازم يكون عندي زيتون في البيت، الزيتون مفيد جدا بس ما تكتروش منه عشان الاملاح، تقدروا تاخدوا بقى واحده اتنين منه كده يعني، ظبطوا نفسكم. تمام، إيه زي ما انتم شايفين بقى كده، حطيت الزيتون في العلبة بتاعة التلاجة بتاعته، وهنا كنت بدي واحدة لست هانم ايزابيلا اللي هتعرفوا حصل الله ايه في الاخر يا جماعة. ربنا يخليها لي يا رب ميحرمنيش منها ابدا يا جماعة، بجد انا كنت هتجنن عليها النهاردة بجد، انتوا مش متخيلين قلبي كان مخلوع من مكانه ازاي. طبعا حاسة ان المطبخ النهاردة كان فيه كركبة كتير، مع ان ما كانش فيه ولا كركبة ولا اي حاجة كده، الكركبة دي كانت في دماغي انا والدنيا مهيألي ان الكركبة دي في المطبخ بجد. المهم بقى يا حلوين، المهم بقى ميرون صاحبه طلع. تمام، ولقيت ميرون بقى بيقول لي ماري انا عايز كده فطار كامل متكامل لو سمحتي عشان خاطر صاحبي طلع لي وكده. تمام، فانا بصراحة ما كانش عندي حاجات كتير، اتصرفت باللي موجود عندي وحاولت ان انا اشرفه على قد ما اقدر، خاصة ان صاحبه ده عمره ما جالنا قبل كده، وطبعا يعني مش بيقعد معانا، وطبعا كان قاعد مع مرون الا وحده، طبعا احنا عندنا ستورة كده فبنقفلها حتى عشان ما حد او اي حد معدي في الصالة ما يشوفش اللي في الطرق اساسا يعني يا جماعة. المهم بقى كان عندي كده 5 بيضات، حطيت عليهم كده توابل الفراخ كده، مش عارفة كانت جاية يعني مع حاجات كتير، ماما كانت جايباها لي كده في كيسة مع حاجات كتير قوي، فحطيت منها كده قلت هطعم كده البيض بتاعي. بس يا جماعة انا عملت باللي موجود عندي، فاهمين؟ ما افتكستش بقى ولا نزلت اشتريت حاجة ولا اي حاجة، كده كده انا ما بنزلش للي مش عارف يعني، ولا بعت حد يجيب حاجة يعني، ولا مرون نزل. عملت باللي عندي، كان عندي 5 بيضات، حطيت عليهم توابل الفراخ كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها كمان ربع معلقه صغيره من الملح، وبدات ان انا اضرب عشان هعملهم اومليت على طول. تمام، بس بقى بضرب كده كويس جدا كل حاجه في بعض بجد يا جماعه، انا بعمل اومليت حلو قوي 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 فوق ما تتخيلوا بجد. فمرون بيحبه مني فقال لي اعمله لنا كده اومليت وظبطه لنا كده، فده اللي حصل يعني. المهم خدت كده صينية خشب وانا مش هطلعها لأعز من مروني يا جماعة عشان اشرفه قدام الناس بجد، خدت كده 2 كوستر كده للكوبايات، وحطيت كده الكوبايتين زي ما انتم شايفين، وحطيت كده السفن صوبيلا كانت فاتحة دي وشاربة منها. وعلى فكرة انا عارفة ان السفن دي مقاطعة، بس صاحب مروني اللي كان جايبهم معايا على فكرة عشان تكونوا عارفين، بس عشان عارفة اللي هيسأل يعني، انا مش ببرر ولا اي حاجة، بس والله العظيم يا جماعة والله العظيم ده اللي حصل، هو كان جايبهم معايا وهو طالع، كان جايب واحدة ليه وواحدة لمرون، فانا خدتهم من مرون كده وحطيتهم في الكوبايتين زي ما انتم شايفين. طبعا انا قلت هصرف اللي عندي فمش هشتري اي حاجة، فاللي حصل ايه بقى، خدت كده جزراية وخدت كده نص خيارية، كان اخر نص خيارية في التلاجة على فكرة، وخدت كده 3 طماطمات، جيت اقطع 3 قلت لا يعني خلاص انا هقطع ايه، قطعت طماطمية واحدة يعني وكده. على فكرة ما كملوش اي حاجة من الكلام ده خالص يعني، في ناس ما ملاش في الخضار يعني. تمام، انا بقالي برضو كذا يوم كده بصراحة ما باكلش سلطة خالص خالص خالص، ودي حاجة مؤثرة عليا جدا نفسيا على فكرة، متضايقة جدا جدا جدا. المهم كده قطعت الجزرية زي ما انتم شايفين، وهقطع كده ايه النص خيارية اللي كان موجود عندي في التلاجة، وكمان هقطع الطماطمية، وحطيت برضو شوية زيتون، وبرضو ما كلوش الطبق كله، مش فاهمة الطبق صغير جدا مش عارفة ما كلوش ليه يعني. تمام، طبعا ايزابيلا كانت بتزن هنا عايزة طماطمية، لازم طالما انا بقطع طماطم ادي لست هانم ايزابيلا طماطم يعني. وطبعا كان البيت برضو بتاعي خلص كده، كنت حطاه على النار وانا عمالة اقطع بحيث ان انا اكسب وقت، ان الدنيا حر قوي يا جماعه، الواحد بيختصر وقفته في المطبخ على قد ما بيقدر. تمام، بعد كده ما خلصت كل حاجه اديت طبعا طبعا البوتاجاز مسحه كده محترمه، ما بستحملش بصراحه البوتاجاز يكون عليه دهون حتى لو مش متوسخ، ما بستحملش يكون عليه دهون. المهم بقى طبعا كان عندي كم مواعين محترم 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 كده، كان لازم ان انا اخلصه. في بنوته بتقولي قربي كده يعني ان انا اقرب الكادر وكده بتاع الكاميرا عشان المواعين وكده اعرف اغسلها يعني، وتشوفوا كل حاجة كده
معايا تكون اوضح يعني واسهل وكده. يا جماعه انا بحاول على قد ما اقدر، بس برضو ايه، مش عايزه ان انا اخبط في الكادر بتاع الكاميرا، فاهمين؟ مش عايزه ان انا اخبط فيه كده وابوظ الدنيا، تمام؟ انا بحاول ان انا اظبط الدنيا كده معاك. وبرضو على فكره انا متأيده جدا جدا جدا، ومش عارفه برضو ان انا اغسل المواعين براحتي، بس كله يهون يعني، عشان في ناس بتحب طبعا فكرة المواعين دي جدا، فعشان كده انا بضيفها للفيديو. بس طبعا بكون متأيدة، لان الواحدة بتعمل شغل بيتها يا جماعة برضو براحتها وكده، وانتوا اكيد فاهمين ومستوعبين يعني الدنيا وكده. طبعا مفيش حاجة باينة مني غير ايدي يعني، توتلي يعني، اللي هو اصلا مفيش اي حاجة يعني ايه باينة وكده. بس برضو يعني الواحدة بتحب تاخد راحتها وتتحرك براحتها الدنيا دي. بس بحب اضيف لكم فقرة المواعين، عشان في ناس بتعشق حرفيا الفقرة بتاعت المواعين دي جدا. بس انا مكشرة زي ما انا بغسل المواعين طبعا يعني، واقفة في عز الحر وطالع عيني يا جماعة وكده. على فكرة المقطع ده كان اكبر من كده، بس انا قصيته طبعا. انا يعني بقول يعني كلكم بتعرفوا تغسلوا المواعين وكلكم كده، بس انا بشجعكم تشوفوا المقطع تقوموا تخلصوا المواعين بتاعتكم على طول. المواعين بتاعتي دي ما كانتش كتيره خالص، كانت كوبايات وحاجات كده واطباق ومش عارفه ايه، دي بتبقى اخف مواعين على قلبي. اي حاجه فيها حلل بقى وطواجن وبتاع، لا بصراحه بتكون تقيله على قلبي كده، وخلاص بقى ببقى منفوخه منها بجد يا جماعه. بحب طبعا الليفه تكون مترغيه كده فيها صابون كتير، بتشجعني بصراحه ان انا اغسل المواعين بتاعتي، وبفرح يعني كده لما تكون مترغيه، بحس بدي المواعين شاور كده، فاهمين؟ بس كده قعدت بقى اغسل المواعين زي ما انتم ما شايفين كده، وكنت بقى خلاص يا جماعه جبت اخري. كان فاضل لي بقى اغير الملايات بتاعه اوضه الاطفال، وغير الملايه بتاعه اوضه النوم، وكان فاضل لي كمان اشيل الغسيل من على الحبل واطبق الغسيل. كل الحاجات دي انا بفكر فيها من اول ما بصحى، ايه المهام اللي عندي النهارده، وابدا افكر بقى هعمل ايه، طب هروح فين بقى، منين، واغسل ايه، والمواعين، ومش عارفه ايه. بجد يا جماعه الحوار بيكون صعب 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 جدا، وبرده في وجود اطفال يعني. انا بصوا يعني عقلي في وسط راسي والله العظيم. ومع ذلك برضو يعني ايزابيلا برضو ايه تعبت مني وكده، وعملت اللي عملته يعني، اللي انا هقول لكم عليه في اخر الفيديو كده. فالواحد بجد يعني ربنا يقويها على كل الحاجات اللي هو فيها دي. بس مصر هتكبر وهحكي لها على كل ده، وهي ونستي يا جماعه. انا ما اقدرش ابدا اقعد من غير، على الرغم من الزن والشقاوه وتطليه العين اللي هي بتعمله لي ده، بس بجد ما اقدرش ابدا 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 ان انا استغنى عنها، ولو حتى نص ساعه. لما بتغيب بجد يا جماعه دقيقتين تلاتة من الشقه، انا بكون بلف حوالين نفسي كده بجد بجد على اخر. انتوا مش متخيلين انا بكون عامله ازاي والله العظيم. بجد بجد بكون دماغي دي في مليون جهه يعني، تمام؟ انا يعني بقى كان خلاص التليفون هيفصل، ففصلت بقى ايه الكاميرا وكده. وده كده كوبايه النسكافيه، شايفين شكلها قمر ازاي؟ بقى النور لسه قاطع، فاضل لك كده ربع ساعه ويجي. فقلت اغير الملايه بتاعت اوضه النوم. الملايه مش متوسخه يعني، بس انا جايه البيت هنا بقالي، انا جايه من يوم 8/6، ايه 8/6، لا مش 8/6 والله يا جماعه مش فاكره انا جايه هنا من قد ايه. بس انا جايه بقالي اسبوع مثلا، يا اما يوم 8/6 تقريبا، جايه يوم 8/6 يا جماعه والله ما فاكره بجد. المهم ان انا يعني ما علينا، المهم لازم اغير الملايه. اي نعم احنا مش بننام في اوضه النوم خالص، ولا هي متوسخه ولا اي حاجه، بس مرون ساعات بيدخل ينام في اوضه النوم. وزمانها طربت بقى خلاص يعني، خلاص بقى هفرش واحده تانية كمان للتجديد، عشان عيني تشوف حاجه جديده. فانا اخترت دي، عارفه ان احنا في صيف ولازم الوان ملعلعه، بس دي شيك قوي وحباها وعايزه اشوفها على السرير. وهتغير مودي عادي جدا يا جماعه. فدلوقتي انا هغيرها كده، هغير الملايات، هستغل كده النور قاطع عشان لما النور يجي اعمل حاجات تانية، فاهمين؟ كده كده خلاص انا لميت الغسيل اللي على الحبل وظبطت الدنيا وطبقته كمان، خلصت منه كده. الحاجة لما بتخلص اول باول بتكون مريحة يا جماعة. فدلوقتي اغير الملاية بقى عشان بجد ارتاح النهاردة. وطبعا ورانا عيد ميلاد وكده صاحبة اختي، فلسه اليوم مكمل معايا، بس اخلص بس من شوية حاجات كده قدامي، عشان الواحد بقى ينتبه لحاجات تانية، فاهمين؟ فدلوقتي هغير الدنيا دي واوريكم بقى بعد ما اغيره شكلها هيكون عامل ازاي. بصوا بقى مش عارفه هتبان لكم ولا لا، بس هي شكلها خطير 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 بجد. انا مولعه الفلاش بس مش باينه قوي. بصوا هقرب لكم، بصوا خطيره. نور لسه ما كاش، فاضل بتاع 6 دقايق كده يا جماعه. الحيطه عشان منوره الفلاش وكده. الملايه شكلها حلو، عملت دي على شكل بونبوني كده، شكلها شيك قوي برضو. فاضل لي بس ان انا
عايزة ارش معطر كده في الأوضة، بس ايزابيلا موقعي لي الحلق ملهاش حل. إيه، عايزة ارش كده معطر في الأوضة، وكمان عايزة اغير الباسكت بتاعها، هغير الكيسة يعني. تمام، دي حاجات بسيطة طبعا. هاخد دلوقتي الباسكت لانه مليان جدا اهو، وهغيره وهرش معطر اخر حاجة. التورتاية دي بقى يا جماعة كانت كده من عيد ميلاد صاحبة أختي وكده، كنا عاملين لها مفاجأة وكنا جايبين لها التورتاية الأمورة دي. بجد التورتاية كانت بص ما كانتش حلوة قوي، بس كانت حلوة باللمة بصراحة. كانت الحوار حلو قوي، وقعدنا مع بعض كده وهيصنا والدنيا كانت تمام يعني وزي الفل. كانت كراميل شوكليت بس ما كانتش أجمد حاجة في الدنيا. وتعالي بقى أقول لكم، ده اليوم يعتبر كان زي الفل، بس بجد حصلت لي مصيبة كبيرة جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، النهاردة كنا عاملين مفاجأة لصاحبة أختي وكده، عملنا لها عيد ميلادها، قعدنا وقضينا وقت تحفة وهزرنا وضحكنا، واليوم كان كله لطيف لطيف بجد. اليوم كان كله خطير يا جماعة فوق ما تتخيلوا، وما كانش فيه اي حاجة خالص، ولا فجأة كده اليوم اتشقلب 180 درجة. طبعا الحمد لله على كل حاجة قدر، والواحد مش معترض ولا اي حاجة. بالعكس، ربنا بيفتكرنا بالحاجات دي الحمد لله يا جماعة، ولازم نشكر ربنا في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل ثانية من حياتنا. طبعا نعمة كبيرة قوي من ربنا ان هو يكون دايما فاكرنا ودايما يحصل لنا حاجات. تمام، تعالوا اقول لكم اللي حصل. اولا كده كنا مفروض خارجين النهارده تالت يوم العيد، المفروض كنا خارجين وكده، كمرون قايل لي البسي وكده هنخرجوا، بس هنخرجوا بالليل شويه. المهم مرون طلع تعبان جدا جدا جدا، اكل حاجه يعني فيها دهون وزيوت كتيره قوي تحت وكده مع بابا، فطلع تعبان، بس ما كانش تعبان قوي يا جماعه، كان تعبان عادي اللي هو التعب العادي يعني، ما كانش تعبان جدا جدا. فالمهم قعد شويه وقال لي تمام هنخرج وكده، بس بصراحه احنا ما كناش مقررين الخروج 100% يعني، ما كناش مقررين احنا هنخرج اللي هو القرار الكبير، لا كان عادي يعني، كنا قايلين احنا هنخرج بس مش مأكدين، فاهمين. المهم قاعدين وكده، صحاب اختي نزلوا وكده، وايزابيلا انا بقى برص المواعين بتاعتي وبظبط الدنيا بتاعتي بعد ما الناس كلها نزلت وكده. فلقيت ايزابيلا ماسكه ازازه الديتول، اخدتها منها وشلتها في مكان بعيد، وفجاه يا جماعه معرفش منين وفين وازاي وامتى لقيتها خدتها تمام وكبتها، بس لقيت حوالين بقها لون احمر، وشميت ريحه بقها لقيتها ريحتها دي طول، فقلت يبقى شربت منها. انا ما اعرفش هي شربت ولا لا، بس الدكتوره بتقول طالما ما رجعتش يبقى ما شربتش. المهم لقيتها بتقولي مامي خايفه وحرقها جدا جدا الكلور، وبجد قلقت جدا وخلاص بقى، انا عيطت يا جماعه وخلاص انا هنهور بجد، خلاص انا فاضل لي سيكه كده وهبقى منهوره قدامها. صوتت طبعا صحيت ميرون وطلب بسرعه الحق ايزابيلا. زبلة تعبانة قوي وكده وشربت من دي طول. طبعا ميرون قام يجري وبطنه وجعاه جدا، اخدها شالها طبعا، مرضاش ياخدني معاه، وده طبعا في طبع ميرون يعني يا جماعة، مرضاش ياخدني معاه، اللي خليك اتصلت انا بماما قلت لها ماما روحي مع ميرون عشان حصل 1 2 3. المهم انا شربت على فكرة ايزابيلا برضو، دي كانت حركة كويسة مني وسريعة، شربتها لبن، شربتها زي نص كوباية لبن كده كاملة، هي شربتها بسرعة عشان يبطل مفعول أي حاجة، بيقولوا إن اللبن في الوقت ده بيبطل المفعول واللبن كويس جدا وكده، فشربتها طول هي شربته وسمعت كلامي وشطفتها ومش عارفة ايه وكده. فروحوا بيها عند الدكتور بتاعها، دكتور الأطفال بتاعها، قال لهم جماعة هي طالما ما رجعتش يبقى تمام، بس لازم تطلعوا عليها على مركز السموم اللي في الميري. تمام، طبعا ماما كلمتني وكده، طلع ماما طلع عليها على مركز السموم عشان نطمن، في نفس الوقت مرون كان تعبان جدا كان عايز يروح المستشفى. راحوا كده، الدكتورة اللي في الميري طبعا قعدت تأجل تأجل ومش بترد ومش عارفين، انتوا عارفين يا جماعة المستشفيات الحكومية يموتوا الشخص وهو قدامهم كده عادي عادي بالنسبة لهم يعني، مفيش اي ايه اندهاش. المهم اللي حصل بقى يا جدعان ان هي ايه، قالت لها طب بصي روحي هاتلها علبة زبادي، ولو ما رجعتش يبقى تروحي بيها من غير ما تيجي تاني، فاهمين، خلاص اللي هو كده الدنيا تمام والدنيا امان وكده، وكده ما حصلش اي حاجة. فبالفعل ماما جابت لها زبادو كده، ف
فالبنت خلاص ما رجعتش، الحمد لله يا رب. هي كده لما ما رجعتش يبقى ما بلعتش حاجه خالص، او نزل في معدتها نقطتين تلاتة والدنيا تمام. هي كمان كويسه ايزابيلا وما فيش اي حاجه، وكلت حاجه حلوه وكلت حاجات وكده يعني. والمحور حصل الساعه 11 الا 10، ده انا بكلمكم دلوقتي الساعه 2 اهو، الدنيا تمام ما رجعتش، عدى 3 ساعات واي ثينك يعني هضمت يعني الاكل كمان اللي اكلته. مروان بقى ايه راح مستشفى تانية خالص واخد محليل، وطلع عنده نزلة معوية بسبب الدهون اللي موجودة في اللحمة. يا جماعة وخلوا بالكم جماعة، اطبخوا اللحمة كويس جدا، ظبطوا الدنيا، بلاش دهون بلاش دهون بلاش دهون، مش ناقصين حاجات مضرة بجد يعني، بلاش دهون على قد ما تقدروا. الحمد لله اليوم خلاص يعني، الحمد لله على خير يا جماعة والدنيا تمام يعني. الواحد خلاص بجد يعني اليوم انا عايزة يخلص، هنام دلوقتي طبعا بعد ما اسجل لكم الفيديو ده اعمل له مونتاج. بصوا بقى المهم، بصوا يا جماعه بجد اطراف شعري كانت متدمره. بصوا بصوا الحلويات بسبب البرودكت ده، انا طالبه منه تاني اصلا في الاوردر الجديد ده، انا ببيعه يا جماعه بجد خطير. بصوا انا خلصته، انا شفطته، المنتج روعه 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 فوق ما تتخيلوا، بجد تحفه. اتمنى تجربوه بجد هيعجبكم فوق ما تتخيلوا، خطير خطير خطير. ده من اين اللي ده بجد بيعالج الهيشان والتقصف واطراف الشعر بقى المتقصف. ويا سلام بقى لو انت عامله صبغه، يا لهوي علاج فعال ورهيب للشعر. ويا جماعه خطير ده كده تحفه، اديله 100 من 10 بجد رهيب. الحقوا بقى اطلبوه من عندي في الاوردر الجديد ان شاء الله، لانه بجد 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 وهمي، انتوا مش متخيلين بجد خطير وروعة ازاي.